عشان محدش بياخد كل حاجة يا طارق. بالعلاقات اللي زي اللي احنا فيها دي مستحيل كل الأطراف تطلع كسبانة. خد بالك هنا مش أنا اللي بدخل هالة في الحسابات اللي بيني وبينك، أنت اللي بتعمل كده. أنت مستنية حد ولا حاجة؟ تلاقي سيكيورتي هفتح له وارجع لك. هلا أسفة لو كنت جيت متأخر. أنا يا جماعة ما كنتش حابة أزعلكم، بس أنا أصلي بقالي يومين مصدومة ومتفاجئة، وبعدين قلت ما ينفعش أعيش الحالة دي لوحدي، لازم أقرب اتنين ليا في حياتي يعيشوها معايا ولا إيه؟ إيه ساكتين ليه؟ ما حدش فيكم بينطق يعني؟ ولا صح هتقول إيه؟ هو موقف مقرف قوي بصراحة، بيخلي الواحد في نص هدومه. هلا الكلام مش هينفع هنا ولا في اي حته يا باشمهندس. في الحالات اللي زي دي الكلام يبقى خلص خلاص. هتقول ايه؟ انت لسه عندك حاجه تقولها اصلا؟ ده انتوا جبتوا سقف النداله والوطيان والخيانه وكل حاجه. ايه اللي ممكن تقوله ده؟ وطي صوتك، وطي صوتك يا هلا لو سمحتي، وتعالي معايا. اوطي صوتي؟ ده انا عايزه اصرخ واصوت وافرق الدنيا كلها عليكم. هلا وبعدين انت تعملي فيا انا كده ازاي؟ انا بقى عايزه اعرف انت عملتي فيا انا كده ازاي؟ أنا هنا صاحبتك الوحيدة يا شيخ. هلا أرجوكي أرجوكي عشان خاطري وطي صوتك، الجيران هيتلموا. جيران؟ عامل حساب للناس قوي كده؟ طب وأنا؟ أنت عندك حق، أنا غلطان، بس إحنا في بيننا طفل، وما يصحش أبدا بابا ومامته يبقوا فرجة للناس. مهما كان اللي بيننا اتنين مالوش ذنب. وأنت ما فكرتش فيه ليه؟ هشرح لك يا هلا، بس مش هنا. لا هنا ولا في أي حتة. أنا مش عايزة أشوف وشك تاني أبدا، أنت فاهم؟ هلا